فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل مثل الطاقية؟ لا بأس بذلك، مسألة الطاقية أو الثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة مثل حرارة الأرض أو فيها شوك أو حصى يتوقى، فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فمباشرة المصلى بأعضائه أفضل. نعم.